اساس الوان الراوتنج، فاتكلمنا مؤخرا في باب 2 عن الراوتنج، ايه الفرق بين الاستاتيك راوت والديناميك راوت، الراوتر از كمبيوتر ايه المين كومبوننتس بتاع الراوتنج، ايه الراوتنج بيتم ازاي من خلال الراوتنج تيبل، ايه الانفورميشن اللي موجوده في الراوتنج تيبل، لان في انفورميشن اباوت دايركتلي كونكتد نتوركس، انفورميشن اباوت ريموت نتوركس، وان الريموت نتوركس الراوتر بيحصل عليها طريقه من الدنيا يا اما ستاتيك يا اما. طيب بنبدا نتكلم على البيزكس الخاصه بالوان او الوايد اريا نتورك. اول حاجه عندنا هنشوفها يعني ايه وان؟ وان ستاندز فور وايد اريا نتورك از ا داتا كوميونيكيشن سيستم ذات اوبريتس بيهايند ذا جيوغرافيك سكوب اوف لاند. بنتكلم على جيوغرافيك اريا اكبر من اللاند. احنا جوه اللاند بنستخدم سويتشز وعندنا ستاندرد نتورك اسمها ايثرنت، وكل كلمه ايثرنت بتبقى ريليت لمين؟ لل. هنبدا نطلع من نطاق اللاند وندخل في نطاق الوان. بنتكلم على وايد اريا اكبر من اللاند. لاند كونكتس كمبيوترز ان ا سنجل بيلدينج اور سمول جيوغرافيك اريا. لما بنتكلم على بيلدينج او كامبوس زي الفاكولتي كامبس، بيبي اليونيفرستي كامبس، مجموعه من اجهزه الصلاه في اليونيفرستي هي عباره عن لين. لما بتكلم عن الوان فانا ببعت الترانسميشن بتاعي على جريتر جيوغرافيك ديستنس، على مساحه. وفي الحاله دي احنا نحتاج لما يسمى بالكارير. يعني ايه كارير؟ نوع الميديا يبقى فايبر وان. كارير يعني حاجه تشيل الاشاره. اوكي زي ايه؟ زي الخطوط فايبر او تليفونات او خطوط، بس دي ما فيهاش فايبر، ما فيهاش كارير فايبر. فايبر حاجه تشيل الاشاره لونج ديستنس. الفايبر بتشيل الاشاره لونج ديستنس ليه؟ لان هي بتعتمد على بالس لايت، مفيش نويز، بتشتغل على ريفليكشن، فبالتالي تقدر السيجنال تو بروباجيت للارج ديستنس. لكن مينلي احنا في الوان بنعتمد على التليفون نتوركس، والتليفون نتوركس النتشر بتاعتها انالوج ترانسميشن ولا ديجيتال؟ لا متاكد ايه؟ السؤال اصلا ما خدش بالك من السؤال. التليفون نتوركس او التليفون لاينز شغاله ديجيتال ولا انالوج؟ انالوج. طب في حاجات تانية بتشتغل ديجيتال ترانسميشن؟ طب ايه الفرق بين الاثنين؟ اشاره كونتينوس و في الانالوج الاشاره بتبقى كونتينوس، وانا عندي في الكمبيوتر بيتعامل تشتغل زيروز اند وانز، سواء تايب كونفرتر او ميديوليشن وديميديوليشن، حاجه بتحول من انالوج لديجيتال ومن ديجيتال لانالوج. لكن لو انا بنقل على ميديا بتشيل ديجيتال لاين، او ميديا اللي هو ديجيتال بتشيل ديجيتال انفورميشن اللي هي ديجيتال لاين، فانا هترانسميت الانفورميشن على طول ويزاوت ميديوليشن وديميديوليشن. الناس معايا؟ فبنتكلم على الوان، بقول ان الوان وايد اريا نتورك بتكوميونيكيت مالتيبل برانشز من كمباني او بيبول، بتحقق كوميونيكيشن ما بين البيبول في ديفرنت لوكيشنز، وبيتم الكوميونيكيشن ثرو الوان. الكاركترستكس اوف وان، ايه الخصائص بتاعت الوان؟ ايه الكاركترستكس بتاعتها؟ بتشتغل في بوردر جيوغرافيكال اريا، مساحه جغرافيه كبيره. بتستخدم سيرفيسز اوف كابل، بتستخدم الكابل زي التليفون لاينز او التليفون نتوركس. يوز سيريال كونكشنز، احنا عندنا الراوتر فيه نوعين من الكونكشنز، ايه هما؟ الفاست انترنت، ودي عشان اوصل لان، والسيريال عشان اوصل ايه؟ وان. اوصل راوتر براوتر على السيريال، فده معناه ان في لارج ديستنس موجوده ما بين التو راوترز، وبالتالي هشتغل على السيريال كونكشن. في الكونكشن في نوعين، في سيريال وفي بارلل. ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق ما بين السيريال كونكشن والبارلل كونكشن؟ يا جماعه
ببعت متتابع في السيريال. لما اجي اقول انا عندي ده سيريال لاين معناه ان انا ببعت البيت ستريم ورا بعض واحده ورا الثانيه. لكن لما اتكلم على فاريبل فمعناه ان انا عندي مالتيبل لاينز وببدا ابعت السيجنال الديجيتال انفورميشن بتاعتي على المالتيبل لاينز دي. طب انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انا لو عندي 8 وايرز فانا هنا عشان اعمل 8 بيتس محتاج لهم في كام كلوك بالص؟ 8 في 8 كلوك بالص. طب هنا؟ 1 1 كلوك بالص. عندنا هنا بتقول ان السيريال از فاستر او البارلل از فاستر ذان سيريال. طب احنا ليه في الوان بنستخدم مين؟ السيريال وما بنستخدمش البارلل. ليه؟ عدد الكابلات كوست ماشي غيره البارلل كونكشن فيها عيبين. اول عيب اللي هو اسمه الكلوك سكيو. ثاني عيب اللي هو الكروس توك. الكلوك سكيو معناها ان انت لو بعت 8 بيتس مع بعض في نفس الوقت مش شرط ان هم يوصلوا بنفس الترتيب، مش شرط يوصلوا مع بعض. في مشكله في الكلوكينج. الناس معايا؟ فبالتالي هيبقى اكيد في ديلي في الترانزيشن. والعيب الثاني اللي هو الكروس توك، وده بيعني ان انا عندي بنقول اذا مره التيار في موصل بيولد مجال مغناطيسي. نفس الكلام هنا هيولد مجال مغناطيسي، فالمجال المغناطيسي اللي بيتولد ما بين التو وايرز ممكن يشتغل از ميديا او ككونكشن ما بين التو وايرز يخلي البت اللي فوق تنزل تحت واللي تحت تطلع فوق. فدي اسمها كروس توك ايه؟ فينومين. فعلى الرغم من ان البارلل از فاستر ذان سيريال بس احنا في الوان بنستخدم مين؟ السيريال. ليه؟ لان البارلل بيسافرز فروم تو ميجور بروبلمز بيعاني من عيبين اللي هم ايه؟ اللي هم الكروس توك والكلوك سكيو. الناس معايا؟ طبعا احنا بنحتاج الوان لبزنس نيد. عندي شركات لها افرع مختلفه في لوكيشنز مختلفه and wants to communicate together. Even الموظفين عايز يكونكت على السيرفر في لوكيشن بعيد يقدر يكونكت عليه من اي مكان هو فيه. الحاجه الثانيه ان انا اقدر ان انا اعمل اكسس على اجهزه الشركه كلها او الكمباني كلها. الناس معايا؟ فالالوان طلعت as a result to business need to share information across large distance و access information دي من anywhere من اي مكان اقدر ان انا اوصل لاي information في مكان تاني. طبعا من اشكال الوان ان انا يبقى عندي لان وببدا اوصلها على الانترنت. ده شكل من اشكال الوان. وده اسمه public connection. public connection يعني ايه؟ يعني احنا متوصلين على public infrastructure اللي هي مين؟ الانترنت. لكن في نوع تاني اللي هو private connection. ان اللوكيشنز اللي انا عايز اوصلها لبعض يبقى في بينها وبين بعض ديديكيتد لينك ملهاش علاقه بمين؟ بالانترنت. فده اسمه برايفت ايه؟ كونكشن. ففي نوعين من الكونكشن في لان يا اما بابليك يا اما برايفت. الناس معايا؟ اكشولي لما اجي اتكلم عن الوان فانا بتكلم مينلي على تو لايرز. دي هما التو لايرز الفيزيكال لينك والداتا لينك لينك. بتكلم بس على اثنين لايرز الفيزيكال ومين؟ والداتا لينك. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. بمعنى ان انا لو عندي هنا لان وعايز اوصلها بلان ثانية في وايد جيوغرافيك ثانية فبالتالي احنا عندنا هنا بنجيب راوتر وهنا راوتر وفي ما بينهم كونكشن. فالشغل كله بيتم فين؟
بيتم على الراوترز، بيتم على الراوترز ازاي؟ احنا قلنا الراوتر ده كان لاير 3 لايرز. فلما باجي بتكلم على الفيزيكال لاير فانا بتكلم على نوع الميديا المستخدمه. ايه الميديا اللي بنستخدمها؟ يا ترى بنستخدم انالوج ولا ديجيتال ميديا؟ ايه نوع الميديا اللي انا بستخدمها؟ يبقى انا بتكلم على الفيزيكال لاير. واذا كانت الميديا دي بتشيل الكتريكال بالسز ولا بتشيل بالسز اوف لايت، بتشيل ميديوليتد سيجنال، فده كله حاجات ريليتد لمين؟ للفيزيكال لاير. لكن لما انا اتكلم على الديتا لينك لاير فانا بتكلم هنا على بروتوكول بينزل في الداتا لينك لاير. الهدف منه ان يحدد شكل الفريم اللي هيتباع في الويب. يحدد شكل الفريم اللي هيتباع في الويب. الاجهزه جوه اللاين زي ما شفنا مع بعض المحاضره اللي فاتت بتستخدم ما يسمى بالايثرنت فريم. اللي هو كان بادئ لو انتم فاكرين ببرياندا وسينك وديستنيشن ماك وسورس ماك. از هيدر وبعدين الداتا وعندي فريم تشيك سيكونس اللي هي السايكليك او التريلر او ايرور تشيكن انفورميشن. لما بتكلم في الوان الفريم بتاع الايثرنت ده ما ينفعش يطلع. امال ايه الفريم اللي بيطلع على الوان؟ اكوردنج للينكينج تكنولوجي اللي انا بستخدمها. على حسب تقنيه التوصيل اللي انا بستخدمها هيبقى في بروتوكول هنا هيشتغل بالداتا لينك لاير على الراوتر بيستقبل الايثرنت فريم يعمل له ديكابسيوليشن ويرجع تاني يعمل انكابسيوليشن للفريم اكوردنج للبروتوكول المستخدم فيه في الداتا لينك لاير. يبقى الفريم بتاع اللان غير الفريم بتاع الوان. مين اللي هيحدد الفريم بتاع اللان؟ اتفقنا مع بعض عندنا الايثرنت بروتوكول اللي موجود على كل الشبكه اللي موجوده في الاجهزه بتاعتنا. طب مين اللي هيحدد شكل الفريم بتاع الوان؟ ده البروتوكول اللي موجود في الداتا لينك لاير بتاع مين؟ الراوتر. وهنا غيرها. فعشان كده بنقول ان الوان بتوبريتس ان تو لايرز اللي هم الفيزيكال لاير والداتا لينك لاير. فده بيقول لك انا في الفيزيكال لاير بحدد الكتريكال ميكانيكال ريجنال كونكشنز، لكن في الداتا لينك لاير بينزل لي البروتوكول اللي قد يكون بروتوكول زي ال HDLC زي ال ATM زي الفريم ريلي وات ايفر ايه نوع الكونكشن اللي انا بستخدمه وهنشوف ايه البروتوكولات دي. فلاير 1 اللي هي الفيزيكال بيحدد لي الكتريكال والميكانيكال والفانكشنال كونكشنز، لكن في لاير 2 بتعرف لي هاو داتا از انكابسيوليتد فور ترانسميت. فور ترانسميشن ازاي بيتم عمل انكابسوليشن الداتا عشان تبدا يعملها ترانسميشن اوفر الويب. صعب الكلام ده؟ يبقى احنا اتكلمنا على ان الويب نتورك بتشتغل في جيوغرافيك اريا اكبر من اللان. اتكلمنا ان الويب لها شويه كاركترستكس. ايه هي؟ بتستخدم السيريال كونكشن، بتشتغل على كل جيوغرافيك اريا. تمام؟ اتكلمنا على ان الويب البروتوكولز بتاعتها او الشغل كله بتاعها بيتم على الداتا لينك والفيزيكال لاير بتوع مين؟ الراوتر. يبقى ده سؤال. وات از وان؟ ليست الكاركترستكس بتاعت الوان وايه هي البروتوكولز او الويب بتشتغل فين في نوع صغير؟ ده سؤال لوحده. على فكره هو البارت الثاني ده كله عباره عن سؤال. البارت الثاني عباره كله عن سؤال واحد، لكن ملخص في الاخر سؤال واحد. اوكي. ف فور اكزامبل على حسب الكونكشن لما بنتكلم عن داتا لينك لاير بروتوكولز، لو انا عندي ديديكيتد كونكشن، ديديكيتد يعني بوينت تو بوينت لينك، ودي هنشوفها مع بعض. فبينزل بروتوكول زي ال HDLC او تريبل هاي ليفل او هاي ليفل داتا لينك كنترول بروتوكول او بوينت تو بوينت بروتوكول. لو انا شغال باكت سويتش بشتغل ب X.25 او تريبل ريلي او ATM. لو انا شغال سيركت سويتش بشتغل ببروتوكول ISDN او انتجريتد سيرفيس ديجيتال نتورك بروتوكول. الناس معايا؟ ده على حسب الكونكشن او على حسب اللينكينج تكنولوجي. طبعا هنشرح اللينكينج تكنولوجي دي واحده واحده كمان شويه. فبالتالي بنبقى عارفين ان القصه كلها اللي بتتم ان عند الراوتر بيبدا يستقبل فريم يبدا يعمل له ديكابسيوليت يرجع يعمل له انكابسيوليشن بالبروبر فورمات بتاع البروتوكول اللي انا مستخدمه اللي هو على حسب اللينكينج تكنولوجي اللي احنا مستخدمه.
علشان احقق لان كونكتيفيتي ركز معايا، فانا محتاج كذا حاجه. اول حاجه محتاج كونكتيفيتي ديفايس، اجهزه التواصل اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ مودم، سويتش، راوترز، ده انا بقول عليها برضه جيت ويز، الناس معايا. فمحتاج كونكتيفيتي ديفايس ومحتاج كونكتيفيتي شانل. الكونكتيفيتي شانل ممكن تبقى ديجيتال وممكن تبقى انا. ومحتاج لينكينج تكنولوجي، تقنيه توصيل. الشطر كله بيتكلم على لينكينج تكنولوجي. يبقى انا عشان احقق وان كونكشن محتاج ثلاث حاجات: اجهزه توصيل، قنوات اتصال، ومحتاج تقنيه مين؟ اتصال. لما اجي اتكلم على اللينكينج تكنولوجي دي اهم نقطه عندي. لينكينج تكنولوجي او بسميها انترنت وركينج تكنولوجيز، لان كلمه انترنت وركينج معناها لينكينج لانز توجز. وهنا لازم نبقى عارفين شويه حاجات. اول حاجه يعني ايه انترنت؟ يعني ايه اكسترا نت؟ يعني ايه انتر نت؟ ويعني ايه انتر نت؟ ويعني ايه انتر نت وركينج؟ دي شويه ديفينيشنز لازم حضرتك تكون عارفها. يعني ايه انتر نت؟ بس تصحى بقى، ها باشمهندس انترنت ما سمعتش عنها قبل كده؟ ديفايسز متوصله مع بعضها بس مش متوصله بالانترنت. مش ديفايسز بقى، لان نوت كونكتد تو ذا انترنت. لان ايزوليتد، لان مش متوصله بالانترنت. شويه اجهزه متوصله مع بعض مش متوصلين بالانترنت، دي اسمها ايه؟ انترنت. اللي كنا بنديها اي نوع من انواع الاي بيز؟ برايفت. برايفت ايه؟ اي بيز. يبقى ديت لان نوت كونكتد تو ذا انترنت. طب اكسترا نت، اللان دي لو توصلت بالانترنت يبقى اسمها ايه؟ اكسترا نت. يبقى دي لان كونكتد تو ذا انترنت. الناس معايا؟ طيب انترنت بالاي سمول وانترنت بالاي كابيتال، ايه الفرق ما بينهم؟ مفيش فرق. أكيد يعني. إيه الفرق يا باشمهندس؟ مفيش فرق خالص. طب الإنترنت اللي بالآي كابيتال دي عارفينها ولا مش عارفينها؟ آه دي اختصار انترناشونال نتورك. دي عبارة عن إيه؟ نتورك أوف نتوركس. شبكة الشبكات اللي هي عبارة عن network of thousands millions of networks، شبكه من الاف الملايين من الشبكات all over the world، كلهم متوصلين على مستوى العالم. طب لما اتكلم على انترنت الاي سمول دي معناها collection of networks connected to this، مجموعه من الشبكات متوصلين مع بعض، مش على مستوى العالم والعالم. يعني لو عندي كومباني ليها أربعة خمسة برانشز، والأربعة خمسة برانشز دول متوصلين مع بعض وما لهمش علاقة بالإنترنت، بديديكيتد لينكس في قنوات اتصال بينهم. دي اسمها إنترنت بالأي سمول. لكن إنترنت بالأي كابيتال فدي بقى أول أوفر ذا وورلد. طب إيه هو الويب؟ الشبكه العنكبوتيه. الشبكه العنكبوتيه. ما خدش عنكبوتيه. بتتعمل بالـ HTTP بس يعني ولا؟ الشبكه الانترنت والشبكه الانترنت والشبكه الانترنت بالبروتوكولات. يعني الويب جزء من الانترنت ولا الانترنت اللي جزء من الويب؟ الانترنت جزء من الويب. يا راجل. الانترنت جزء من الويب. متأكد. الانترنت الشبكات نفسها. ايه الويب يا جماعه؟ الويب اللي بيكون ما
نعم الويب اللي بيكون الانترنت. الويب اللي بيكون الانترنت بروح تعريف على كلمة ويب اللي عندي اسمه بريد. انترنت وركينج كلمة انترنت وركينج وده احنا عايزين نوصل له لينكينج لانز توجذر عملية توصيل شبكات مع بعض. خد بالك انا ممكن انترنت بالاي سمول تبقى هي انتر نتورك يعني كلمه انترنت بالاي سمول هي يعني انتر نتورك. في كل شويه ديفينيشنز لازم حضرتك تكون عارفها. فلما اتكلم بقى على الانترنت وركينج تكنولوجيز فانا بتكلم على تقنيات توصيل شبكات مع بعض زي مجموعه من اللانز توصل مع بعض. الناس معايا؟ فعندي شكلين من اشكال التوصيل يا اما برايفت يا اما بابليك. بابليك يعني ايه؟ يعني انا اوصل مجموعه الشبكات دي على بابليك انفراستراكشر. ايه البابليك انفراستراكشر اللي موجوده ينفع نوصلهم عليها؟ اللي هو الانترنت. اللي هو مين؟ الانترنت. طب ايه عيوب الانترنت؟ قبل عيوب ايه مزايا؟ لما يكون عندي مجموعه من اللانز وعايز اوصلهم ببعض وعايز اخليهم يكوميونيكيت او يحصل بينهم كوميونيكيشن هوصلهم بالانترنت. ايه الميزه؟ لو كوست. كوست مالها؟ قليل. طب ايه العيب؟ بابليك ممكن يكون بطيء. لا ان شاء الله مش هيبقى بطيء. السكيورتي. عيب السكيورتي. عشان كده حلوا قصه السكيورتي تكنولوجيز زي البي بي ان الفيرشوال برايفت ايه؟ حضرتك مطلوب منك تقرير المحاضره الجايه بتعرف فيه يعني ايه ويب وتتكلم معاه تتكلم فيه عن البي بي ان وداخل معاك في الامتحان التاني. ماشي من صفحه او اتنين مش اكتر من كده. ماشي بي بي ان ستاندس فور ببساطه فيرشوال برايفت اوريدي مجموعه اللانز متوصله على بابليك نتورك بس في تقنيه البي بي ان اكنهم فيرشوال ايه؟ برايفت. فبالتالي بيبقى في سكيورتي. حقق ايه السكيورتي؟ عايزين نعرف ازاي السكيورتي تتحقق ازاي البي بي ان تشتغل. فده مطلوب من حضرتك المحاضره الجايه مع اللاب اكتيفيتيز. احنا اتفقنا اللاب اكتيفيتيز هتبقى يوم الاثنين. تسليمها يوم الاثنين. خليها معاهم بقى المره دي. يوم الاثنين احنا. دكتور هو الويب والبي بي ان ده ريبورت واحد؟ نعم ريبورت واحد؟ اه تعرف ويب بس انا بس عايزك انت عرفت الكلمه عشان لما اجيب لك انت هتعرف تجاوبها بس. تمام؟ يا اما الكونكشن ما بين اللانز هيتم برايفت. برايفت يعني ايه؟ يعني اللانز دي متوصله مع بعض شايفين بعض وما لهمش علاقه بالانترنت انفرا ستراكشر. فعشان نوصل مجموعه من اللانز برايفت فعندي حاجه من دي يا اما اشتغل بوينت تو بوينت لينكينج او اللي انا بسميها ديديكيتد ان يكون في ما بين اللانس دي كابلات مخصوصه موصله ما بينهم. الكابل ده مخصوص للتو لانز دول او للثري لانز دول موصل ما بينهم وبين بعض. فدي اسمها بوينت تو بوينت لينكينج. يا اما اشتغل سويتشنج. سويتشنج يعني ايه؟ يعني عندي برايفت انفراستراكشر مش بطل برايفت انفراستراكشر وانا ببدا استخدمها انا وغيري عشان نوصل بيها مجموعه من اللانز مع بعض. فلما اتكلم على سويتشنج هيبقى عندي نوعين يا اما سيركت سويتش يا اما باكت سويتش. لو انا هشتغل سيركت سويتش هلاقي عندي شكلين من اشكال توصيل اللانز البيستن اللي هي البابليك سويتش التليفون نتورك والايزدن اللي هي انتجريتد ديجيتال سيرفيس نتورك. لو انا هشتغل باكت سويتش هلاقي عندي اكس بوينت 25 او فريم ريلي او اي تي ام. فاحنا هندرس ايه؟ هندرس اول حاجه البرايفت. دي وحشك ولا ايه؟ وحشك؟
هل انت اول حاجه الديديكيتد البوينت تو بوينت لين دي اول حاجه هندرسها، وبعدين ندرس السويتش البيست وبعدين الايزو، وبعدين ندرس الاكس بوينت 25 فريم ريلي وبعدين الاي تي ام، ثم في الاخر نتكلم على البابليك انفراستراكشر او نتكلم عن الانت. ده بالنسبه لي اللينكينج تكنولوجيز المختلفه اللي هنبدا نتكلم عنها. وبالتالي نقدر نقول من هنا ان الكونكشن حاجه من اثنين، او اللينكينج اوبشنز او الانتر نتوركينج تكنولوجي حاجه من اثنين، يا تبقى برايفت يا اما تبقى بابليك. برايفت في ديديكيتد اللي هي ليز لاين، وفي سويتش اللي هي سيركت سويتش او باكت سويتش. السيركت سويتش فيه بيست وايزد، والباكت سويتش فيها فريم ريلي واكس بوينت 25 واي تي ام، او ان انا اتكلم على بابليك انفراستراكشر او بروت باند في بي ان. فبنتكلم على كونكشن من الشكل دي اس ال او كيبل مودم او بروت باند وايرلس. ده بالنسبه للبابليك. تمام؟ هنبدا نمسك اول نوع عندنا اللي هي مين؟ الديديكيتد او البوينت تو بوينت ايه؟ لينك. البرايفت او البوينت تو بوينت لينكينج بتقول لك ان دي ذا موست بيزك لينك بتوين تو نتوركس، از ا بوينت تو بوينت لينك بتوين ذم، او بوينت تو بوينت لاين بتوين ذم. يعني هيبقى عندي هنا راوتر وهنا راوتر، ويبقى في بينهم ديديكيتد لاين او ديديكيتد لينك. طبعا بنتكلم في بوست عاليه جدا، لكن كسكيورتي اعلى. هو مش ده جيت واي؟ راوتر هو جيت واي. بس البوينت هي الجيت واي. البوينت هي الجيت واي. تمام؟ اللاين ده يعني لما بنقول ان الموست بيزك لينك بتوين تو نتوركس از ا بوينت تو بوينت لاين بتوين ذم. اللاين ده ممكن يبقى ديجيتال وممكن يبقى انالوج. ايه الديجيتال لاينز؟ الديجيتال لاينز دي عباره عن لاينز او هاي سبيد لاينز بتشيل انفورميشن ديجيتال، بتكارز ديجيتال ايه؟ انفورميشن. زي ايه؟ زي في عندي التي 1 لاين، فراكشن تي 1، التي 3 اند سو اون. في دي انواع من انواع الكابلات اللي بتشيل ديجيتال ايه؟ انفورميشن. These lines such as T1, fraction T1, T3, and the T4 lines. لما بدنا نتكلم عن T1 line، T1 line ده عبارة عن high speed digital line مكون من 24 channel. يعني بالنسبة لي ده T1 line. اللاين نفسه هو 24 شغل. يعني على اللاين الواحد اقدر يبقى يستخدمه 24 ديث ترانسميشن او 24 يوزر في نفس الوقت. كل تشانل من دول سرعتها 64 كيلو بت بير سكند. فبالتالي انا عندي 24 تشانل، كل تشانل 64 كيلو بت بير سكند، يديني لاين سرعته 1.544 ميجا بت بير سكند. سرعة اللاين ده 1.5 ميجا بت بير سكند. يبقى هنا بيديني توتال باند ويدث للاين 1.544 ميجا بت بير سكند. كل 24 شانل، كل شانل 64 كيلو بت بير سكند. التي 3 عبارة عن 24 لاين من التي 1. التي 3 عبارة عن 24 لاين من التي 1. بيستخدموا ما يسمى بالمالتيبلكسنج تكنولوجي. إن بياخد 28 خط من التي 1 يديهم خط واحد تي 3. وبيشيل سرعة لغاية 44.75 ميجا بت بير سكند. الناس معايا؟ عندي تي لاينز دي الستاندرد اللي موجوده في يو اس، الاي لاينز دي الستاندرد اللي موجوده في يوروب. الناس معايا؟ طيب دي اللاينز وسرعتها. يعني عندي التليفون لاين العادي
بيشيل 56 كيلو بت بير سكند. الاي 1 1.5 جيجا بت بير سكند. الاي 1 2.048 ميجا بت بير سكند. الاي 3 34 ميجا بت بير سكند. الاي 3 44 ميجا بت بير سكند. دي كلها مجموعه من اللاينز بنصل لغايه رقم كبير اهو ميجا بت بير سكند. يبقى تي او الديجيتال لاينز دي هاي سبيد لاينز. بستخدمها فين؟ بستخدمها في البوينت تو بوينت لينكينج تكنولوجي. ده احنا كنا بنتكلم عن فيزيكال لاير ولا عن داتا لينك لاير؟ داتا لينك لاير. لان احنا قلنا ان الوان بتوبريتس تو لايرز اللي هما مين؟ الفيزيكال والداتا لينك. بالنسبه للداتا لينك لاير ففي بروتوكولز لازم تنزل على الراوتر. في بروتوكولز لازم تنزل هنا على الراوتر. زي ايه البروتوكولز دي؟ زي ال HDMC بروتوكول، زي السيريال لاين انترفيس بروتوكول، وزي التريبل بي بروتوكول، ودول هندرسهم في شابتر 3. هندرس البروتوكولز دي بالتفصيل في شابتر 3. يبقى انا عندي هنا تو اكمبلش بوينت تو بوينت كوميونيكيشن محتاجين انترنت وركينج بروتوكول. اللي هو بالنسبه لنا ايه الانترنت وركينج بروتوكول ده؟ ايه البروتوكول اللي هنستخدمه؟ هنستخدم يا اما السيريال لاين انترفيس بروتوكول يا اما التريبل بي بروتوكول. في الواقع التريبل بي بروتوكول بيدي مزايا عن السيريال لاين انترفيس بروتوكول زي الانتربرابيلتي، بمعنى انه ينفع هنا راوتر سيسكو يكونكت مع راوتر جينيرال او اي راوتر تاني. السيريال لاين انترفيس بروتوكول بيشترط ان التو راوترز يبقى كومباتبل. الناس معايا؟ لكن التريبل بي بروتوكول بيشتغل على راوترز مختلفه. دي المزايا بتاعت التريبل بي عن السيريال لاين انترفيس بروتوكول. حاجه ثانيه بيعمل مونيتورنج لللينك، مراقبه لكفاءه اللينك من خلال بروتوكول اسمه لينك كواليتي مونيتورنج بروتوكول. بيعمل لي اوثنتيكيشن من خلال تو بروتوكولز، واحد اسمه باسورد اوثنتيكيشن بروتوكول، والثاني اسمه تشالنج اند تشيك اوثنتيكيشن بروتوكول. وشابتر 3 كله في البارت ده بيتكلم على التريبل بي بروتوكول. الناس معايا؟ يبقى انا عندي هنا بتكلم على الداتا لينك لاير. يبقى البوينت تو بوينت لينكينج تكنولوجي من وجهه نظر الفيزيكال لاير دي بتشتغل على ديجيتال لاينز زي تي 1 زي تي 3 وعرفنا ايه الفرق ما بينهم. من وجهه نظر الداتا لينك لاير محتاج بروتوكولز زي السيريال لاين انترفيس بروتوكول او التريبل بي بروتوكول. ايه مزايا التريبل بي عن السيريال لاين؟ بيديني انتربرابيلتي، بيعمل لي مونيتورنج لللينك، بيديني كمان ايه؟ اوثنتيكيشن. طيب مين اللي هيقدر يقول بقى بوينت تو بوينت تاني؟ حد يشرح لنا بوينت تو بوينت لينكينج ده ايه؟ ولا واحد عليك يشرح؟ نعم؟ حضرتك قوم انت بقى حضرتك. عليك. سبورت. ايه؟ قوم اشرح بوينت تو بوينت لينكينج. لا 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 يا ايه وانا وصل معاك حقوق مني. لا قلنا حبيبي انت داخل الجيش ولا مش داخل؟ داخل ان شاء الله. هاي فين صراحه؟ ماشي اقول لك ليه؟ اشرح انا اقول لك. اقول فين؟ البوينت بوينت بس. قوم اقف. وانا واقف. طب وانت واقف يلا مش مشكله صورك. تمام. انت بتكلمني انا ليه؟ قول لي زمايلي. يا جماعه عندنا الاثنين لانز بعيد عن بعض لازم نوصلهم لبعض. تمام. هنجيب راوتر هنا وراوتر هنا. تمام. وده يبقى الجيت واي بتاع الاولانيه والجيت واي بتاع الثانيه. تمام. ونوصلهم بلينك واحد. تمام. لينك واحد دوت ليه ثلاث انواع. او ليه الكابل دوت بيكون ليه انواع كتير. تي واحد وتي اثنين وتي ثلاثه وتي اربعه. هو مفيش تي اثنين. اه. وفاكشن تي واحد وتي اثنين وتي 3 وتي 3. تمام. تمام. تي واحد عباره عن 24 شانل في 24 شانل. كل شانل فيها 64 كيلو بت بير سكند. بير سكند يديني توتال باند ويث الرقم 1.5 ميجا بت بير سكند. تمام. بعد كده انواع هنكنسل مش مشكله. تمام. بعد كده في انواع البروتوكولات بتاعتنا اللي بتستخدم في عشان ننقل. كان عندي اللي هو السنجل اس ال ار. اه سيريال لاين انترفيس بروتوكول و التريبل بي بروتوكول اللي هو بوينت تو بوينت بروتوكول.
مزايا البوينت تو بوينت بروتوكول ان هو ممكن اوصل اثنين راوتر بيكونوا مختلفين عن بعض في النوت في نفس الوصله يعني. تمام. انما الثاني بيبقى لازم نوع الشركه واحد. تمام. لازم يبقى فيه يعني نفس النوع الراوتر او نفس النوع الجندر. ثاني حاجه لازم يكون بيعمل اوثنتيكيشن بيوفر لي ان انا ممكن اعمل اوثنتيكيشن بالباب والشاك. تمام. وبيعمل لينك كواليتي مونيتور. كويس جدا. شكرا يا باشمهندس. باشمهندس صح. في ناس مستغربه على فكره انت قلت مش عارف ايه. يعني هو مستغرب استغراب شديد. صح الكلام ده ولا غلط؟ طيب. النوع الثاني اللي هو ايه؟ سويتش. وهنا بقى عندنا سؤال حد ثاني هيجاوبه. ايه الفرق ما بين الباكت سويتش والسيركت سويتش؟ باشمهندس عامل مسار مش معانا. قولي بقى ايه الفرق ما بين الباكت سويتش والسيركت سويتش؟ شوانس السيركت سويتش بيستبلش كونكشن بين السندر والريسيفر. بيستبلش انديكيتد كونكشن ما بين السندر ومين؟ والريسيفر. يعني ايه انديكيتد كونكشن؟ يعني انا لما اجي استبلش باس من السندر، خليكي معايا بقى يا باشمهندس عشان هجيب الكلام ده. لما استبلش باس من السندر للديستنيشن، الباس ده بيبقى ديديكيتد بيهم بس، ما حدش تاني بيبعت معاك. طب ايه ماسكه؟ ماسكه سكيورتي. ماشي. والسرعه. سبيد كونستانت بيت ريت. معدل نقل البيانات ثابت. طب ايه عيبه؟ عيبه ان الباس از نوت افيشنتلي يوز. لا يتم استغلاله مسار الاستغلال الى امس. طب الباكت سويتش؟ الباكت سويتش الكونكشن بيستبلش ما بين الكونكشن ما بين الديفايسز شيرد يعني ايه؟ يعني احنا بنبعت على الكونكشن ده وفي ناس ثانيه بتبعت معانا، وبالتالي البيت ريت ماله؟ ما يبقاش ثابت بس بيعمل افيشنت يوز اوف باس. عملوا كونسبت مختلف يجمع ما بين السيركت سويتش و الباكت سويتش. يبقى احنا عندنا سويتشنج تكنولوجي. هعمل لكم كويس المحاضره دي ان شاء الله اخر المحاضره، نعمل كويس 10 دقائق. السويتشنج تكنولوجي عندنا فيه السيركت سويتش وعندنا فيه الباكت سويتش. دي بتعتمد على ديديكيتد باث، لكن ده ماله؟ شير باث. هنا بينقل بفيكسد بيت ريت. ده باث افيشنتلي يوز، بيستخدم باث الاستغلال. عملوا كونسبت جديد اسمه الفيرشوال سيركت. يعني ايه فيرشوال سيركت؟ قال لك عندنا احنا بنقسم الشانل بتاعتنا او قناه الاتصال بتاعتنا، بنقسمها لمجموعه من الباصز او مجموعه من الفيرشوال باصز. يعني انا اقول ده فيرتشوال باص 1، ده فيرتشوال باص 2، ده فيرتشوال باص 3. يبقى بقسم قناه الاتصال عندي لمجموعه من الفيرتشوال ايه؟ باص، ما هياش باص واحد زي السيركت سويتش. وجوه كل فيرتشوال باص بيبقى في مجموعه من الفيرتشوال شانلز. دي فيرتشوال شانل 1، فيرتشوال شانل 2، فيرتشوال شانل 3. فلما باجي ابعت بختار تشانل معينة في باص معين ببعت عليها، بحدد في الاتصال الفيرشوال باص ايدنتيفاير رقم الباص والفيرشوال تشانل ايدنتيفاير رقم التشانل اللي ببعت. وبالتالي لما انا ابعت على تشانل سابقة يبقى هنقل بفيكسد ايه؟ بتريت، لان انا باخد تشانل سابقة اللي هي انا بس انا اللي ببعت عليها، وفي نفس الوقت المسار ماله؟ شيرد.
التشانل بتاعتي شير، فبالتالي الباص افشنتلي ايه يوز. فالفيرتشوال سيركت تكنيك او الفيرتشوال سيركت كونسبت بيكمبرومايز ما بين الفيرتشوال سيركت سويتش ومين والباكت سويتش، كاني شغال ايه الاثنين. فلما نيجي نتكلم على السويتش نتورك اللي شغال سيركت سويتش او طرق التوصيل ما بين اللانز اللي شغاله سيركت سويتش، بنلاقي عندنا البيستن او البابليك سويتش التليفون ايه نتورك، ان انا عندي مجموعه من المسارات ببدا قبل ما ابدا كوميونيكيشن بستبلش كونكشن بيبقى ديديكيتد ما بين الطرفين الاتصال. ده كان سيركت سويتش ان جنرال بستبلش كونكشن ديديكيتد ما بين طرفين الاتصال. طيب حاجه من اثنين، يا اما ابعت انالوج يبقى انا شغال على مين؟ على بابليك سويتش التليفون نتورك، يا اما ابعت ديجيتال يبقى انا شغال على انتجريتد سيرفيس ديجيتال دي. يبقى انا لو شغال بيستم فهنا محتاج ما يسمى بالدايلوج ايه؟ مودم. مودم اللي هي اختصار ميديوليشن ودي ميديوليشن. ميديوليشن انا ببعت ديجيتال انفورميشن، هيبدا المودم يحولها للانالوج، تتنقل خلال خطوط التليفونات تروح للديستنيشن. المودم اللي هناك هيعمل دي ميديوليشن، هيحول الانالوج لمين؟ لديجيتال، يبدا يستقبلها الجهاز الريسيفر. صح الكلام؟ يبقى البيستن شغاله انالوج دايل اب. يعني ايه دايل اب؟ لا مش معناها ان في مود، معناها ان انا لما احب اعمل كونكشن اعمل دايل، يعني معناها ان الكونكشن مش 24 اور اوبن، مش مفتوح على طول. انت عايز تكونكت فانت لازم تعمل دايل ايه؟ اب. لو انتوا فاكرين زمان، ما اعرفش حضرتكم الكلام ده ولا لا، زي الجزء بتاع زمان. تمام؟ ده نفس الكلام، وكان بيمشي بسرعه كام؟ 56 كيلو متر ايه؟ بير سكند، اللي هو تدخل جوجل وتروح تعمل كوبايه شاي وترجع تلاقيها بقى. الناس معايا؟ بس انا ما اعتقدش ان جيلكم عصر. عصر؟ لا يا ابني. كان عندكم كام سنه؟ 6 سنين. إذا كان بالنسبة لنا الإنترنت ده حاجة ما حصلتش. بالظبط كده. أوكي. طيب لو أنا هشتغل أيزن، لا، هنا السنترالات ما فيهاش بقى السويتشات العادية، بيبقى فيها ما يسمى بالأيزن سويتشز. ده طبعًا مش عندنا. الناس معايا. فده بيبعت إنفورميشن على طول إيه؟ ديجيتال. فهنا أنا مش محتاج مودم، انا محتاج ما يسمى بالترمينال ادابتر، ايزلين ترمينال ادابتر، يبدا يبعت الانفورميشن ثرو الايزلين سويتشز. في الواقع الايزلين في منها تقنيتين، في منها بي ار اي وبي ار اي، بيزك وبرايمري. بيزك ريت انترفيس، برايمري ريت انترفيس. عندنا في نوعين من السيرفيسز في الايزن، بيزك ريت انترفيس وبرايمري ريت انترفيس. ايه الفرق ما بينهم؟ البرايمري ريت اسرع من البيزك ريت. اسرع ازاي؟ البيزك ريت بتتكون من تو تشانل داتا وواحده كنترول. اثنين تشانل داتا، كل تشانل ب 64 كيلو بت بير سكند، وواحده كنترول تقريبا ب 56 كيلو بت بير سكند. لكن البي ار اي بيتكون من 23 تشانل داتا وواحده كنترول. يعني في كام تشانل في البرايمري ريت؟ هو البيزك ولا البرايمري؟ العكس. العكس. دي بي ودي برايمري. دي بتتكون من كام تشانل في البرايمري ريت؟ 24 تشانل. بتفكرني بمين؟ بالتي 1. لانها بتستخدم مين؟ بالتي 1. وبتنقل بسرعه كام؟ 1.544 ميجا بت بير سكند. فتلاقي هنا البرايمري ريت اثنين شانل داتا، كل واحده فيهم 64 كيلو، وواحده كنترول ب 16 كيلو. يكون الخط كله بسرعه كام؟ 144 كيلو بير سكند، اسرع من البيستن. البيستن كان اخره 56. اما البرايمري ريت ف
ففيها 24 شانل منهم 23 شانل بيشيلوا داتا وواحده بتشيل كنترول وكلهم 64 يعني بيديني 1.544 ميجا بت بير سكند لو انا تي 1 لو انا اي 1 هيديني 2 ميجا بت بير سكند صعب الكلام يبقى احنا فين دلوقتي احنا في البرايفت سويتش مع سيرفت هنبدا نتكلم برايفت سويتش مع باك لسه ما دخلتش انا في الفيرتشوال سيرفت السويتش لينكس بنتكلم على الباكيت سويتش بيعمل طبعا عارفين ان المفروض ان الباكيت سويتش بتعمل افيشنت يوز للباس لكن عيبها ان هي ما بتنقلش الداتا فيكسد بيت ريت في الباكيت سويتش بيتم تقسيم الرسائل الى باكيتس او فريمز او سيلز وتتبعت على الكونكشن بتاعك عندي في ثلاث اشكال X.25 و ATM و Frame Ready اول نوع عندي اللي هو X.25 الفكرة ان انا عندي LAN 1 وعندي LAN 2 وعندي هنا مجموعة من الأفيلابل باصز دي وليكن X.25 switches او فريم ريلي سويتشز او اي تي ام سويتشز او حتى راوترز الراوترز ممكن ينزل عليها كونفجريشن تشتغل فريم ريلي سويتش ففي الاكس بوينت 25 بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على انه بيخلي لي فيرتشوال سيرفر ما دام انا بخش في الكونسيبت بتاع الفيرتشوال سيرفر فيرتشوال سيرفر معناها ان انا ببدا ان يبقى عندي في مسار بيوصل التو لانس دول مع بعض. بس المسار ده حاجه من اتنين. يا اما يبقى مسار ثابت كل مره ببعت عليه. يا اما يبقى مسار متغير كل مره باخد مسار مختلف. فالفيرشوال سيركت دي حاجه من اتنين، يا تبقى سويتش فيرشوال سيركت يا تبقى بيرمننت مين؟ فيرشوال سيركت. لو انا شغال سويتش يبقى انا كده شغال في الاكس بوينت 25. لو انا شغال بيرمننت يبقى انا شغال في الفريم ريلي ده الفرق اللي ما بين الاكس بوينت 25 والفريم ريلي الاكس بوينت 25 بتستخدم سويتش فيرتشوال سيركت بمعنى ان كل مره بعمل كونكشن ممكن اخد مسار مختلف لكن الفريم ريلي هو مسار ثابت ما بين تو لانز فهنا اهو ده اكس بوينت 25 سويتش بيبدا يديني مسار كل مره مختلف وممكن ان انا يبقى عندي مسار ثابت فعندي سويتش فيرتشوال سيركت او عندي بيرمننت فيرتشوال سيركت. فالاكس بوينت 25 دي عباره عن كونكشن اورينتد خد بالك في فرق ما بين كونكشن اورينتد بروتوكول وكونكشن اورينتد تكنولوجي. لما اتكلم على كونكشن اورينتد تكنولوجي دي معناها ان انا قبل الارسال بيتم فتح قناه اتصال للسندر بين الديستنيشن لكن كونكشن اورينت بروتوكول ده بيعتمد على هاند شيكينج و الاكنولوجمنت دي حاجه ودي حاجه كلمه لما اقول الاكس بوينت 25 از ا كونكشن اورينت تكنولوجي يعني ايه؟ يعني معناها السندنج باراديم ماست انشيت او استبلش اسيرت او كونكشن تو ذا ريسيفنج طرف المرسل لازم يفتح قناه اتصال مع الطرف المستقبلي. لما اقول التي سي بي از كونكشن اورينتد بروتوكول معناه ان هو بيحلل الريليابيلتي من خلال الهاند تشيكنج و الاكنولوجي. بيستخدم لي الهوب تو هوب فيريفيكيشن. يعني ايه هوب تو هوب فيريفيكيشن؟ يعني عند كل راوتر في السكه يعمل فيريفاي ان الرساله وصلت بشكل سليم. خلال دي اسمها كلاود. خلال الكلاود دي بقدر استبلش لغايه 32 سويتش فيرتشوال لكن على العكس الفريم ريلي ريلي بتستخدم بيرمننت فيرتشوال سيركت يعني ايه بيرمننت فيرتشوال سيركت يعني كل مره ببعت على نفس المسار بتستخدم بيرمننت فيرتشوال سيركت وكل فيرتشوال سيركت بيبقى لها ايدنتيفاير او رقم بعد بيحدده اسمه دلسي او داتا ليك كونكشن ايدنتيفاير
نيجي لاخر حاجه اللي هي الاي تي ام. الاي تي ام اختصار السنكرونس ترانسفير مود نتوركس. السؤال هنا يعني ايه كلمة اسينكرونس؟ اهلا وسهلا شكرا. معلومة كويسة بصراحة. انا مش بقول لك ترجمة. حاجات ماشية مع بعض. طب في الكوميونيكيشن. انا عندي الكوميونيكيشن في نوعين. سينكرونس هنحاول نبسطها على قد ما نقدر. و اسينكرونس. سينكرونس يعني معناها بيتم تقسيم زمن الارسال الى تايم سلوتس. يعني مثلا لو اللاب اللي عندي فيها اربع اجهزه، ركز، هقسم زمن الارسال ما منهم لتايم سلوتس. ده دور واحد، دور اثنين، دور ثلاثه، دور اربعه، دور واحد، دور اثنين، دور ثلاثه، دور اربعه، دور واحد، دور اثنين، دور ثلاثه، دور اربعه، عايز تقول ايه؟ واحد عنده حاجه يبعت لازم يستنى مين؟ التايم سلوت بعد الحاجه. لو لسه عنده حاجات يبعتها ما يبعتش، يستنى شويه. لان دلوقتي في دور مين؟ اثنين. اثنين عنده حاجه يبعتها ما عندوش، يبقى دي بتبقى خلاص راحت. يجي دور ثلاثة عنده حاجة يبعتها يبعت، أربعة عنده حاجة يبعتها ما عندوش ما يبعتش. يجي دور مين؟ واحد ويكمل إرسال. سوري أو أربعة بعد، يجي دور واحد، أربعة بعد، واحد بعد، اثنين بعد. فأنت عايز تقول إيه؟ إن أنا عندي تايم بقسم زمن الإرسال تايم سلوت، كل عندي ماشين لها تايم سلوت بتبعت. لو عندها حاجة تبعت ما عندهاش تروح على باقي الناس. فده اسمه إيه اللي إحنا بنعمله ده؟ اسمه تايم ديفيجن مالتيبلز. اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيويست الباندويتس، بيضيع مين؟ الباندويتس، لان في تايم سلوتس نوت يوز مش مستخدمه. لكن في الاسينكرونس احنا مقسمين زمن الارسال برضه تايم سلوتس، دور واحد، دور اثنين، دور ثلاثه، دور اربعه، دور واحد، دور اثنين، دور ثلاثه، دور اربعه، اند سو. واحد عنده حاجه يبعت تايم لسه عنده قسمة دور. اثنين عليك دور. عندك حاجة تبعت؟ لا، ممكن واحد ايه؟ ياخد التايم سلوت بتاعك اثنين. ده دور مين؟ ثلاثة. عنده حاجة يبعت؟ يبعت. ده دور مين؟ أربعة. عنده حاجة يبعت؟ يبعت. ده دور واحد. عنده حاجة يبعت؟ ما عندوش، ممكن يجي مكانه مين؟ أهم حاجة إن التايم سلوت محفوظ لك، لو عندك استخدمه. لو دورك استخدمه. مش دورك ممكن حد تاني يستخدمه. فبيعمل ديفيجن فيوز لمين؟ للباندويتس. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ستاتستيكال تايم ديفيجن مين؟ مالتيبلز. اوكي؟ الاي تي ام اسينكرونس يعني بتستخدم ستاتستيكال تايم ديفيجن مين؟ مالتيبلز. دي كلمه معنى كلمه ايه؟ اسينكرونس. الناس معايا؟ اسينكرونس. اي تي ام از هايبريد فور شكل قال لك when telephone companies decide to build networks for 21st century they focus a dilemma. لقوا في ورقه. ايه الورقه؟ ان انا عندي في حاجات عايز ابعتها زي الداتا. الداتا بتيجي في شكل بيرسنز، شكل مفاعلات. ممكن تتنقل لفاريبل ميتريك. دي تتنقل ايه؟ باكت ولا سيرفيت؟ الداتا. باكت. تتنقل باكت. لكن الفويس بيبقى كونتينيوس ستريم ومحتاج يتنقل بفيكس بيت ريت. بيتنقل باكت ولا سيركت؟ سيركت. فهبقى عايز شبكات لنقل الداتا وشبكات لنقل مين؟ الفويس. فقال لك لا، احنا عايزين نعمل شبكه واحده تنقل الاثنين، الداتا ومين؟ والفويس. ومن هنا طلعت فكره مين؟ الاي تي ام. طلعت فكره الاي تي ام او الفيرشوال سيركت كونسبت اللي هي ايه؟ لان الاي تي ام بتستخدم الفيرشوال سيركت ايه؟ كونسبت. الاي تي ام كل حاجه فيها مختلفه، يعني السويتشات اي تي ام سويتشز غاليه جدا. الكابلات فايبر اوبتكس.
لان الاي دي ام سرعتها 155 جيجا 2 جيجا وانت طالع سرعات بتبقى ايه سرعتها. فبالتالي لازم تستخدم كابلات زي مين زي كابلات الفايبر اوبتكس. الحاجه الثالثه الداتا اللي بتتنقل اسمها سيلز. اسمها ايه؟ سيلز. ايه السيل؟ السيل عباره عن فيكسد سايز باكت حقها ايه؟ سيل بكام؟ ب 53 بايت. يا سلام صغير جدا. انتوا فاكرين ان الايثرنت كانت بتشيل كام؟ الام تي يو بتاعتها؟ 1500. لا بلاش بلاش. التي سي بي هيدر بكام؟ 20. والاي بي 20. والايثرنت والكمان 20 بقى كام؟ ده الهيدرز بس في الشبكات العاديه اكبر من حجم مين؟ السل. يعني معنى كده عايز اقول لك ان المسج بتتقطع لاجزاء صغيره جدا جدا اسمها سل. ال 53 بايت دول منهم 48 بايت ديتا و5 بايت هيدر بس. ليه بيعملوا السل او ليه بيعملوا السل صغيره؟ لسبب. اول سبب قال لك شورت باكيتيزيشن تايم. زي ما بنلاقي السل في الجهاز ما بياخدش وقت. الحاجه الثانيه رابيد سويتش تتنقل بسرعه فين؟ في السويتشين عشان يعمل نقل هاي سبيد. فهنا تكنولوجي مختلفه تماما بتستخدم ما يسمى بسيلز، بتستخدم فيرتشوال سيركت كونسبت، بتستخدم فايبر اوبتكس كيبلز. كل حاجه فيها مختلفه. فالاي تي ام جيت منين؟ قلنا ان انا عندي في فرق ما بين الفويس والديتا ترافيك، ولا السيركت سويتش لوحده ولا الباكت سويتش لوحده ولا رابين القصه. ايه تعريف الاي تي ام؟ هايبريد فورم. بتستخدم فيكسد سايز بلوك كولد سيلز. بتتنقل على فيرشوال سيلز. ايه الهدف منها؟ تدي هاي برفورمانس فور فويس اند ديتا ترافيك. هيبقى الاي تي ام الاساسي مين؟ القصه. هيبقى الاساسي ده بالنسبه للاتيكيت. ثم بعد كده بيجي لنا الكونكشن البابليك على الانترنت. الانترنت بنستخدم فيه ما يسمى بالدي اس ال كيبل. محتاج من حضرتك مع السيرفين بتاع الدي اس ال مقارنه ما بين الدي اس ال والاي دي اس ال وما ان دي داتا نزلت التكنولوجيا الجديده دي والفي دي بس دي لسه نازله فيه جدا على فكره لسه نازله في المنصوره يعني. بقى في دلوقتي كونكشن كمان جديد اسمه في دي اس ام. عيش حياتك بقى فوق 20 جيجا بت بير سكند. نعم؟ اه والله عملوه بس انا مش عارف اعملها ازاي لغايه دلوقتي. يعني انت لما تروح تشترك تقول انا عايز اشترك في دي اس ام. هو الفرق الاول ايه الفرق الاول ما بين الدي اس ال والدي دي اس ال؟ الدي اس ال الابلود زي الداونلود، لكن الاي دي اس ال اسيمتري. الداونلود سبيد اعلى بكتير من الابلود. يعني انت لو جاي تحط مثلا سي 16 ميجا بت بير سكند بتعمل ابلود بكام؟ ب 2 1. لكن داونلود ممكن يوصل لاعلى من كده بكتير. الفي دي اس ال بقى بداوا يعملوا تكنولوجي لغايه 25 جيجا بت بير سكند. حاجات كده 25 ميجا بت بير سكند. 25 ميجا بت بير سكند بس طبعا بتدفع فلوس كتير. تمام؟ فانا عايز حضرتك تعمل لي مقارنه ما بين الاي دي اس ال والدي اس ال والفي دي اس ال. الثلاث حاجات اللي انا طلبتهم دول معاك في الامتحان. يعني ايه معاك في الامتحان؟ يعني كل واحد فيكم يكتب التقرير فعلا اللي فاهمه. ما يقعدش يجيب لي كوبي بيست. انا بعرف ادخل على ويكيبيديا بالمناسبه. عشان لو دخلت على ويكيبيديا كلكم تخشوا على ويكيبيديا تاني. لا. ما تخشوا فين؟ كل اللي ايه؟ اول نادي جاب جوجل. ايوه. طب خلي بقى في جديد يعني حاول تبتكر كده. جيب من الصفحه اللي بعدها. الصفحه اللي بعدها اول نادي جاب الصفحه اللي بعدها. هي افتكار كده يعني. تمام؟ انا لما بقول مقارنه يبقى انا بتكلم على بوينت اوف فيو. وجات بوينت اوف فيو وفي البرفورمانس متريكس اللي انت بتحس عليها او البوينت اوف فيو اللي انت بتقارن والحاجات بتبقى سبيسيفيك يعني مش كلام ده شغل. انا عايز مقارنه ماشي. اوكي في برضه من ضمن الحاجات اللي هو الكيبل مودم. لما اتفقنا مع بعض قلنا ان احنا بقى
عندنا كيبل كاميرز زي ما عندنا تليفون كاميرز عامله خطوط تليفونات عليها دي اس ال ودي دي اس ال. في بقى كمان كيبل مين كاميرز. كاميرز عندها انفراستراكشر من مجموعه من الكابلات بنستخدمها عشان نبعت عليها. وفي طبعا البروب باند وايرلس، عندنا الواي فاي وعندنا الواي ماكس. الواي فاي والواي ماكس ايه الفرق ما بينهم؟ مساحة التغطية والسرعة. نعم. ده اللي يكون برضه في البيت وبرضه في الشركة لا الفكرة كلها في الكفرج اريز. الواي فاي بيتكلم على كفرج زي السيل فون نتورك كفرج صغيرة. لكن الواي ماكس بيتكلم على هاي سبيد وهاي أو لونجر ديستنس. تمام؟ بس. ناخد كويز بسرعة. ياخد خمس دقايق. سكيل. Advantage and this advantage of public and private.